بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعلى الله نتوكل. مع حضراتكم الأستاذ الدكتور يوسف حسين، أستاذ التشريح وعلم الأجنة، كلية الطب، جامعة الزقازيق. لازلنا في سلسلة شرح منهج التشريح وعلم الأجنة بالكامل بفضل الله تعالى. الفيديوهات موجودة على القناة في اليوتيوب، مقسمة إلى مجاميع في البلاي ليست قوائم التشغيل حسب التخصص. بس إحنا بنذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وهذه صدقة جارية لا نريد منها جزاء ولا شكورا. فمن فضل حضراتكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، عمل لايك لهذا الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم جميع الفيديوهات الجديدة أول بأول. موضوعنا اليوم بيتكلم على فيتال سيركوليشن، دورة دموية للجنين وهو داخل رحم الأم. الدورة دي الله سبحانه وتعالى لخصها في آية في سورة قاف وقال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني إحنا أقرب لي من حبل الوريد. ما هو حبل الوريد؟ حبل جاء من كلمة كورد، وهو أمبليكال كورد، الحبل السري، والوريد وهو ليفت أمبليكال فين داخل الحبل السري. الحبل السري يا جماعة ده حبل اللي بيصل ما بين المشيمة بتاعت الأم وسرة الجنين، وهو فيه تلات حاجات: واحد ليفت أمبليكال فين، لذلك صيغة القرآن عليه حبل الوريد، جت صيغة فردية. واتنين أمبليكال أرتريز، تعالوا كده مع بعض نشوف ايه دقة الصنعة. كثير من المفسرين بيقولوا ان تفسير الآية هو الوريد الودجي الموجود في العنق، لكن الحقيقة يعني نحن كجماعة علم الأجنة الأدق من وجهة نظري، والله أعلم ممكن أكون مخطئ أو مصيب، هو الوريد ليفت أمبليكال فين بنفس نص الآية، حبل الوريد، اللي هو ليفت أمبليكال فين في الأمبليكال كورد. تعالوا كده مع بعض نشوف كيف كانت ماشيه الدوره الدمويه بتاعه الجنين. واحده كده، الجنين يا جماعه وهو داخل رحم الام الرئتين بتاعوته غير عاملتين، يعني مش شغالين. امال مصدر الاكسجين بتاع الجنين جاي منين؟ جاي من الام. ازاي جاي من الام؟ جاي من حاجه اسمها بلاسينتا اللي هي المشيمه. ده مصدر الاكسجين بتاعه الجنين، مصدر تبادل الغذاء بتاع الجنين بيتم فين؟ بيتم في البلاسينتا اللي هي المشيمه. بعد ما بتتم عمليه تبادل الغذاء هنا، بيمشي الاكسجين من البلاسينتا عبر ليفت امبليكال فين. شوفوا الدنيا يا جماعه، دنيا غير دنيا. أو ربنا بيقول كده: وخلقهم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ربنا كده خلق من بعد خلق، احنا كنا في خلق ثم تغير الخلق. مش الاكسجين من البلاسينتا عبر ليفت أمبليكال فين راح الى الكبد، من الكبد اتنقل الدم مباشره الى الانفير فينا كافا، بطريقين: طريق مباشر وطريق غير مباشر. طريق مباشر في انبوبه ربنا سبحانه وتعالى عملها ايه؟ اسمها داكتس فينوزس، نقلت الدم من الليفت امبليكال فين الى الانفير فينا كافا. او طريق غير مباشر دخل جوه الكبد في الدوره البابيه ثم رجع مره ثانيه الى الانفير فينا كافا. في النهايه الدم المؤكسد وصل الانفير فينا كافا. احنا كلنا عارفين ان احنا الكبار الانفير فينا كافا في دم غير مؤكسد، لكن في الجنين وهو داخل الرحم الانفير فينا كافا اللي هو الوريد الاقوى في السفلي يحتوي على دم اكسد اللي هو جاي منين؟ جاي من ليفت امبليكال فين. جوه الانفير فينا كافا
في بعض من الدم، خلي بالك من السهم ده كده، راجع من الطرف السفلي للجسم، دم غير مؤكسد. وهنا حصل مكسد بين الدم المؤكسد اللي هو جاي من ليفت امبلايك الفين، والدم غير المؤكسد اللي هو جاي من الفير في نكافه جوه الانفيريور في نكافه بس بعد الكبد. طب ليه؟ احنا عارفين في الفسيولوجي ان لو وصل نسبه الاكسجين في الدم الى درجه 100% هيحصل تسمم بالاكسجين. الاكسجين ده هيبقى مسم، حاجه سامه لينا سبحانك يا رب. اما الله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك. من خلق فاتقن الخلق، يوم يعمل خلط مكسد للدم المؤكسد بقليل من الدم الغير مؤكسد اللي هو راجع من الطرف الايه؟ من الطرف السفلي. وصل الدم الى الانفيريور فينا كافه. وصل الدم الى الانفيريور فينا كافه. في الانفيريور فينا كافه ده صب فين؟ راح الى الرايت اتريم. راح الى الرايت اتريم الاذين الايمن. ومنه المفروض الناس متوقعه ان الدم يمشي من الاذين الايمن الى البطين الايمن. لا. دي فينا لما نكبر. اما داخل الجنين بيتجه الدم من الاذين الايمن الى الاذين الايسر. شوف الدم ماشي فين اهو، من الاذين الايمن الى الاذين الايسر عبر فتحه ربنا سبحانه وتعالى عاملها في الجدار بين الاذين الايمن والاذين الايسر اسمها فورامين اوفال. فورامين يعني فتحه، اوفال يعني بيضاويه، بين الاذين الايمن والاذين الايسر. اذا الدم هيتجه من الاذين الايمن الى الاذين الايسر عبر فتحه اسمها فورامين اوفال. طب مين وجه الدم من الاذين الايمن للاذين الايسر؟ الله سبحانه وتعالى حكيم في صنعته. عامل ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ قال رقم واحد في سببين هيوجهوا الدم من الاذين الايمن الى الاذين الايسر. اول سبب قال ايه؟ قال ان فتحه الانفيرو في نكافه قريبه جدا من الفورامين اوفال، قريبه جدا من فتحه الفورامين اوفال، فالدم على طول بيطلع على ليفت اتريم. تاني سبب الله سبحانه وتعالى جاء في نهايه الانفيرو في نكافه راح جاي عامل فيه صمام. هذا الصمام وجه الدم من الانفيرو في نكافه الى الليفت اتريم. سبحانك يا رب. هذا الصمام وجه الدم من الانفيرو في نكافه الى الليفت اتريم. اذا في الاخر الدم وصل فين؟ وصل الليفت اتريم. وبعدين همشي الدم من الليفت اتريم عبر صمام الميترال فالف الى ليفت فينتريكل الى البطين الايسر، ومن البطين الايسر يطلع الدم عبر اسندنج اورطا اللي هو الاورطا الصاعد اللي هو طالع اصلا من البطين الايسر. تمام اهو، هينزل الدم اهو من الاذين الايسر الى البطين الايسر ثم اسندنج اورطا الاورطا الصاعد اهو اهو، علشان يغذي ايه بقى الاورطا الصاعد؟ الابر هاف اوف ذا بادي. خلي بالك من الحته دي، ابر هاف زي بادي اللي هو الهيب والنك والابر ايه؟ والابر لم، ومعانا الايه؟ ومعانا القلب. لذلك لما تسال اي دكتور بتاع اشعه يقول لك يا دكتور انت بتعمل اشعه للجنين، يقول لك الجنين وهو لسه جوه الرحم عامل ازاي؟ عامل زي شكل ايديا كده، بص ايديا كده، هبص ايديا هنا كده، هتلاقي ايدي دي كده كبيره وصبع ده حاجه صغيره. صبع ده الصغير ده كده ده الجزء السفلي من الجسم. واما جزء معظم الجنين، معظم الجنين في الحمل وخصوصا بدايه الحمل بيبقى عباره عن الجزء العلوي والمخ. المخ والجمجمه والجزء العلوي دول واخدين المعظم. ليه يا باشا؟ لانهم واخدين الدم المؤكسد اللي هو جاي لهم من الاسندنج اورطا. خلي بالك دلوقتي. يبقى دلوقتي الدم المؤكسد راح فين؟ راح الى الجزء العلوي من الجسم، المخ والجزء العلوي من الجسم. خد المخ والجزء العلوي اكسجين ورجع الدم الغير مؤكسد عبر سوبيريور فينا كافا اهو، رجع عبر سوبيريور فينا كافا. سوبيريور فينا كافا هيصب الدم فين؟ في الرايت اتريم. هيصب الدم فين؟ في الرايت اتريم. طيب الدم اللي جاي من السوبيريور فينا كافا ده مؤكسد ولا غير مؤكسد؟ غير مؤكسد. لكن شوف دقة صنعة الله سبحانه وتعالى. هذا الدم اللي هو الغير مؤكسد اللي هو راجع من السوبيريور فينا كافا
بيختلط مع بعض، مع بعض، ركز في الكلمة دي، مع بعض من الدم المؤكسد التي يتساقط من نهاية الانفيرور فينا كافا. بالراحة كده، بالراحة كده، الانفيرور فينا كافا حبيبي اهو، وهو بيطلع الدم بتاعه للفورامين اوفال علشان يطلع للليفت اتريوم. بعض من الدم بيتساقط منه، هذا بعض من الدم الذي يتساقط من نهاية الانفير في نكافة، ده دم مؤكسد بيختلط مع معظم الدم الغير مؤكسد اللي هو راجع عن طريق سوبير فينا كافة. واحد يقول لك طب مثال بالبلدي كده، بالبلدي كده حضرتك روح كده مثلا هات اي حاجة كده وشيل بيها شوية رز او شوية سكر من شوال الرز كده، هتلاقي نفسك وانت بتشيل الرز من شوال الرز كده اهو، هتلاقي في بعض من الرز بيقع منك، يتساقط منك بالظبط كده. هذا الصمام بتاعت الانفير في نكافه عامل شكل اوفال شيبت، بيضاوي الشكل، بيضاوي عامل زي كف ده كده، وانت بياخد هو بينقل الدم، بينقل الدم الى الليفت اتريوم. بعض، وركز يا ريت ركز في الكلمه دي، بعض من الدم المؤكسد الذي يحمله الانفير في نكافه يتساقط في الرايت اتريوم، يختلط مع الدم غير المؤكسد اللي راجع من السوبير فينا كافا. هذا الدم اللي هو معظمه غير مؤكسد اللي راجع من السوبير فينا كافا، الذي اختلط مع بعض من الدم المؤكسد بتاعه الانفير فينا كافا، بتنقل من الرايت اتريوم الى الرايت فينتريكل، بتنقل من الرايت اتريوم الى الرايت ايه؟ الى الرايت فينتريكل، ويطلع الدم من الرايت فينتريكل عبر البلمونري ترانك. كلام جميل جدا. الشريان الرئوي، لما بيطلع من الشريان الرئوي، الشريان الرئوي بيتقسم الى يمين وشمال، واحد راح للرئه اليمين والثاني راح للرئه الايه؟ للرئه الشمال. لكن خلي بالك الرئتين لا تعمل، لا الرئه اليمين شغاله ولا الرئه الشمال شغاله، الرئتين دول مش شغالين، اذا الرئتين لا تستقبل هذا الدم. يبقى الله سبحانه وتعالى لازم يعمل مسار اخر غير الرئتين يمشي الدم. قام عمل ايه سبحانه وتعالى؟ راح جاي عامل انبوبه. هذه الانبوبه اهي وصلت ما بين الليفت بالمونري فين اهو ونهايه الارشف زورد، اسمها دكتس ارتوريوزس. وصلت ما بين الليفت بالمونري فين ونهاية الارش في زاورطة، اسمها دكتس ارتوريوزس. يبقى الدم هيطلع من الليفت ايه؟ من الرايت فينتريكل الى البلمونر ترانك، هيروح رايت بلمونري وليفت بلمونر ارتي، الدم هيقف. هيتحرك الدم في الليفت بلمونر ارتي عبر انبوبة اهي، انبوبة اهي اسمها دكتس ارتوريوزس، لمين؟ للارش اوف زاورطة. يوم بقى ياخدوا الدم هنا كده اهو الى الديسندنج ثوراسيك اورطا، ابدومنال اورطا، يغذي الجزء السفلي من الجسم، يغذي الجزء السفلي من الايه؟ من الجسم. لذلك هتلاقي ان معظم الاكسجين رايح للجزء العلوي من الجسم، وقليل من الاكسجين رايح للجزء السفلي من الجسم. شويه الاكسجين الصغيرين دول، القله من الاكسجين دول اللي هم راحوا للجزء السفلي من الجسم، دول هياخدهم الجسم وهيرضى بيهم. لذلك دايما بنقول كده، الناس هتشغل الاشعه، ان نمو الجزء العلوي من الجسم اسرع من الجزء السفلي. هياخدوا شويه الاكسجين ونرجع بقى ايه؟ الاكسجين بطريقين، ركز كده. الطريق العادي اللي هو بتاعت الفير فينا كافه، ده دم غير مؤكسد اللي احنا كلنا عارفينه، فير فينا كافه اللي هو هيروح يختلط هنا كده بعد الكبد مع الدم المؤكسد. لكن في طريق تاني مهم جدا جدا عبر الحبل السري، امبلايكال كورد، وهو تو امبلايكال ارترز، تو امبلايكال ارترز، الشريان السري اهم راح فين؟ هيروح للبلاسنتا. ليه راحوا للبلاسنتا؟ علشان خاطر تبدا الدوره مره ثانيه، وتبدا عمليه تبادل الغازات مره ثانيه في البلاسنتا، وتتكرر هذه الدوره مره أخرى، تتكرر هذه الدورة مرة أخرى. واضح جدا إن الكلام غريب، مش هو ده كده، ما هو ربنا كده، ويخلقكم
في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات الثلاث. يعني احنا خلقناك في صورة وبعدين عملناك صورة تانية اللي هو اللي انت عليها، صورة الأضل اللي انت عليها دي مش هي دي حبيب الصورة اللي انت كنت عليها أيام ما كنت داخل رحم الأم. لذلك دي اسمها فيتال سيركوليشن. أم واحد يسألني يقول لي يا دكتور طب ما أنا عندي ما سمعتش عن حاجة اسمها دكتس فينوزس، ولا سمعت عن حاجة اسمها فورامين أوفال، ولا سمعت عن حاجة اسمها دكتس أرتريوزس، أمال الحاجات دي راحت فين؟ ما احنا قلنا يا ابني خلقا من بعد خلق. لما بتتولد بقى حضرتك في واحد اسمه أبجر. أبجر قال يا جماعة في خمس حاجات سماهم باسمهم، خمسة بتحط أبجر سكور. أول حركة بتعملها حضرتك لما بتتولد بتعيط، كراينج. هذا البكاء ليس بكاء، أنت مخنوق فحصل عندك ديب انسبيريشن. هذا الديب انسبيريشن عمل إيه؟ عمل انفليشن، نفخ الرئتين. أول ما الرئتين بتنفخهم بتتم عملية تبادل غازات جوه الرئتين، بتتقفل الدورة دي وبتتكون بقى الدورة الدموية اللي احنا عارفينها بالدورة الدموية الكبرى والدورة الدموية الصغرى. إذا بتبدأ الدورة الدموية الكبرى والدورة الدموية الصغرى إمتى؟ بعد ما بتولد الجنين بيبكي، بتتنفخ الرئتين، بيبدأ الدورة اللي احنا كلنا عارفينها. ناتج الحدث ما عادش محتاج بقى ليفت امبلايكال فين، ما عادش محتاج وخلاص. هيحصل له اوبليتريشن، هتقفل وهيعمل حاجه اسمها ليجامنتم تيرز اوف ذا ليفر. ليجامنتم تيرز اوف ذا ليفر، ما عادش محتاج دكتس فينوزس، خلاص هتتقفل. هيعمل حاجه اسمها ليجامنتم فينوزم اوف ذا ليفر، ما عادش محتاج فورامين اوفال، هتتقفل. ارجع للانترنال فيتشر، محاضره الانترنال فيتشر ظهر، هيقول لك في الرايت اترف في حاجه اسمها فوسه اوفالز، فوسه اوفالز مكان فورامين اوفال. دكتس ارتريوزس ما عادش محتاجه، تتقفل وتسيب علامه عندنا اسمها ليجامنتم ارتريوزم من كلمه ارتل. تو امبلايك الارتريز يتقفلهم، مش عاد محتاجهم، يبقى عملنا حاجه تو ميديال امبلايكال ليجامنتس. تو ميديال امبلايكال ليجامنتس، الليجامنتس دي موجود عندنا، موجود عندنا، اللي هي بيسموها بوست نيتال تشينجز، التغيرات اللي تمت بعد عمليه الولاده، لكن قبل الولاده، قبل الولاده كانت موجوده، موجود ليفت امبلايكال فين ماشي، كان موجود دكتس فينوزس، كان موجود دكتس ارتريوزم. بعد الولاده لا الدنيا اتغيرت، ليفت امبلايكال فين اتقفل بس اسمه ليجامنتم تيرز، الدكتس فينوزس بس اسمها ليجامنتم فينوزم، الدكتس ارتريوزس اسمها ليجامنتم ارتريوزم، الفورامين اوفال فوسا اوفالز، التو امبليكال ارتريز اسمهم تو ميديال امبليكال ليجامنت. ودي كده على بعضيها اسمها فيتال سيركوليشن. طب تعالوا كده مع بعض نشوف الكلام ده كده، نقراه مع بعض سويا بالعين. ده كده رسمه، ده جراماتيك جمعت كل المعلومات. تعالوا كده نقرا الكلام ده كده مع بعض. ادي الفيتال سيركوليشن، ان الدم جاي من البلاسينتا لاوكسجينيتد بلاد، هيمشي عبر الليفت امبلايكال فين الى الليفر، من الليفر هيروح للفير فينا كافا، يا طريق مباشر عبر الدكتا سينوزس او غير مباشر البورتال سيركوليشن. في الفير فينا كافا هيختلط الدم مع سمول اماونت اوف ذا فينس بلاد، قليل من الدم الغير معاكسة اللي هو جاي من اللور هاف اوف ذا بادي. من الفير فينا كافا راح رايت اترا فورامين اوفال الى ليفت اترا. ايه اللي وداه؟ قال لك في سببين، واحد ان فتحه الاوبننج بتاعت الفير فينا كافا اوبوزيت للفورامين اوفال، اثنين الفالف بتاعت الفير فينا كافا وجه الدم اتجاه الفورامين اوفال. وصلنا احنا للليفت اترا عبر الميترال فالف، راح للليفت فينتركل ومنه الى السند جاورتا عشان خاطر يغسل ابر هاف من البادي والهارت اللي هو بينمو بسرعه، وده يظهر في الالترا ساوند. الفينس بلاد من اللور هاف هيرجع عن طريق سوبير فينا كافا الى الرايت اتريوم،
في الرايت اتريوم هيحصل ميكسد اوف ذا بلاد، ميكسد اوف ذا بلاد اهو مع بعض الاكسجينيتد بلاد اللي هم يتساقطهم من الفيرو فينا كافا فالف. عبر تراك اسمد هيمشي بالمونري ترانك ومنه راح الى البالمونري ارترز، دي كده بالمونري ارترز، معلش الرئه مش شغاله، فيطلع عبر تكتس ارتريوزس ومنه للديسندكس ثوراسيك اورتا الى اللور هاف اوف ذا بادي. البلاد هيرجع عن طريق اثنين امبلايك الارترز الى البلاسينتا علشان تبدا الدوره تكرر مره اخرى. بوست نيتال تشينجز ليفت امبلايك الفين اتقفل، عامل ليجامنت انتيرز اوف ذا ليفر، ده موجود في الكبد، ارجع لمحاضره الكبد، روح اسمع محاضره الكبد هتسمع تلاقي في ليجامنت انتيرز اوف ذا ليفر. داكتس فينوزس اتقفلت لكن سابت مكانها حاجه اسمها ليجامنتم فينوزم احد اربطه الكبد. الفورامين اوفال اتقفلت سابت حاجه اسمها فوسا اوفالس، ارجع للانترنال فيتشرز بتاعه الهارت. تكسرتريوزس اتقفلت سابت مكانها حاجه اسمها ليجامنتم ارتريوزم. اخر حاجه ان التو امبلايك الارترز اتقفلوا عملوا حاجه اسمهم تو ميديال امبلايكال ليجامنتس، الحقيقه ليجامنتزيا ليجامنتزيا احد اربطه اليورينري بلادر، احد اربطه اليورينري بلادر. ايه اللي دخل اليورينري بلادر هنا كده؟ اسمع محاضرتين علشان تفهم الحته دي، واحد اسمها اليورينري بلادر والتاني انترنال الياك ارتري، روح اسمع المحاضرتين عندك، ده فيديو وده فيديو، انترنال الياك ارتري واليورينري بلادر عشان تفهم القصه. المجال دلوقتي مش مجال شرح قصه ازاي حصل الاثنين دول ميديال امبليكال ليجامنت. واخيرا اشكركم شكرا جزيلا على سعه صدركم وحسن استماعكم، كان معكم الاستاذ الدكتور يوسف حسين استاذ التشريح وعلم الاجنه. واخيرا أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، كما أتمنى من السادة الزملاء وأبنائي الأطباء اللي هم بيسمعوا هذه الفيديوهات يشيروها للزملاء الآخرين لعل أن تعم المنفعة للجميع. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.